مرة تانية بنرجع لكم في بداية ساعتنا التانية من يلا بينا على الراديو 90 90. بنتكلم عن معرض تراثنا للحرف والصناعات اليدوية اللي هيقام من يوم 10 ليوم 15 أكتوبر في التجمع الخامس بأرض المعارض الدولية. فعشان كده بنشجعكم جدا أنكم تروحوا وتكونوا موجودين وتشجعوا كل أصحاب الحرف اللي هيكونوا موجودين من محافظات مصر المختلفة، وتقولوا لنا وتبعتوا لنا على 199 أو على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك هتروحوا معرض تراثنا مع مين، لوحدكم ولا مع أصحابكم ولا مع أسرتكم. يا ريت يا ريت كل الناس تروح، بنشجعكم جدا لأنكم هتشوفوا هناك حرف وأصحاب حرف مختلفين جدا، وهتشوفوا الإبداع اللي بجد، حاجات ممكن تبقى مش على بالنا ومش متخيلين أبدا إنها ممكن تطلع منتجات جميلة، ولكن هتشوفوا ده لما تكونوا في معرض تراثنا. وهتعرفوه كمان في حلقتنا النهارده زي كده، ما هنعرف اكتر عن حسام عبد الرازق. حسام عبد الرازق هو شاب مصري جميل جدا، يعني هو مؤسس مشروع هوستك، وهو قرر يطور يعني بيزنس العيله، وعمل يعني خط كده انتاج لوحده ولكن ليه علاقه بالتراث والفن المصري. فهنعرف دلوقتي من حسام. مساء الفل يا حسام. مساء الفل، ايه الاخبار، عاملين ايه؟ احنا زي الفل ومتحمسين جدا بقى نعرف حكايه هوستك، يعني ايه الحكايه. انت مشارك في معرض تراثنا السنه دي، فعايزين نعرف بقى الاول اكتر عن مشروعك وعن هوستك. الاول مساء الخير عليكم وعلى الساده المستمعين كلهم. هوستك هي شركتي بتصنع الادوات المنزليه من الاخشاب الطبيعيه، خشب الشجر الطبيعي بنصنع منه الادوات المنزليه، بس هو مش اي خشب، هي بنستخدم شجره معينه اسمها السرسوع. دي شجره بتزرع في صعيد مصر، المسام بتاعتها صلبه جدا وهي شجره صحيه جدا لانها مش بتتاثر بالبكتيريا، والمسام بتاعتها مقفوله جدا، فعشان كده بنصنع منها الادوات المنزليه زي الاطباق، الباولز، البيتزا تري، السوشي تريز، الحاجات دي. يعني هو خشب مختلف عن اي خشب. يا حسام، انت ليه نوعيه الخشب دي تحديدا هي اللي اخترتها؟ هي الفكره مش احنا اللي اخترناها، هي الصناعه دي موجوده في مصر من حوالي 50 سنه في الاقصر. تمام. في محافظه الاقصر كان في راهب برنسي جه اكتشف الشجره دي وعمل عليها ابحاث من زمان. اكتشف ان الشجره دي صلبه جدا لان المسام بتاعتها مقفوله قوي وكثافه الخشب عاليه. طب احنا عارفين ان الخشب ده عباره عن الياف لان هو في الاخر نبات. طبعا في خشب بيبقى كثافته خفيفه وخشب كثافته عاليه. الكثافته خفيفه ده بيشرب ميه او بيتعامل مع الميه او بيمتص الميه. الخشب اللي الكثافه بتاعته كبيره مش بيتاثر بالميه قوي. فاشتغلوا على شجره السرسوع دي وطوروها في محافظه الاقصر، واحنا في الفيوم اشتغلنا عليها اكتر وعملنا منها ايتمز مختلفه زي الحاجات المودرن قوي اللي بتستخدمها اليومين دول زي السوشي وزي البيتزا وزي الحاجات دي. يعني عملت سوشي ستيكس بقى وعملت ادوات مطبخ مودرن جدا. كل حاجه حضرتك، لو انا يعني بقول للناس وبدعوهم ان هم يتشرفونا في معرض تراثنا اللي جاي، المكان فعلا تحفه ومليان كده عارفه طاقه ايجابيه من الناس. يعني العارضين كلهم مش فكره بس ان هو بيزنس ورايحين يبيعوا، لا هم فعلا حابين وبيستنوا الحدث ده من السنه للسنه، لانهم كل واحد بيعمل حاجه بايده بيبقى حاببها فعلا وبيحب الناس تشوف او بيحب يشوف شغف الناس وهم بيشتروا حاجته. صحيح. غير ان الجهاز تنميه المشروعات بصراحه يعني مدي اهتمام رهيب للمعرض ده وللحدث ده، منظمينه بشكل حلو قوي، عاملين له دعايه بشكل حلو قوي 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 كمان. يعني الناس بتبقى موجوده كلها مبسوطه. كمان السنه دي الموضوع مختلف شويه، مقسمين الاماكن حلوه قوي وجايبين فرق موسيقيه من التراث ويعني من تراث مصر من زمان. طب دي حاجه حلوه، هنستمتع فنيا كمان يا حسام. جدا جدا. ولو في اسره معاها بيبيز او معاها حاجه، في كيدز اريا كبيره معموله للاطفال. السنه دي كمان الوضع مختلف جدا عن السنين اللي فاتت، بالاضافه ان في عرضين كتيره وكل سنه مصر بيطلع فيها
عارضين كتيرة وحرفيين أكتر بيعرضوا في المكان ده. عندك حق يا حسام، لأن دي مهن بتتوارث وحرف يعني بالظبط الأجيال بتعلمها لبعض، فالمفروض نحافظ عليها، والمفروض بالظبط إن احنا نستغل الفرصة إنها موجودة في مكان واحد في القاهرة، فهنقدر نتفرج على أكتر من 600 عارض بيعرض بالظبط منتجاته، ويعني الجهد اللي بالظبط بيتعمل طول السنة موجود قدامك تحت إيديك في 5 أيام من بالظبط 10 ل 15 أكتوبر، من فما 10 ل 15 تفوتش أكتوبر اللي جاي إن الفرصة، شاء الله. ولازم بالظبط كلنا نزور معرض تراثنا. بالظبط، احنا السنة اللي فاتت كنا 500 عارض، السنة دي تقريبا 700 عارض، كل عارض بصناعة مختلفة بحرفة مختلفة بشكل مختلف بالناس، زي ما قلت لحضرتك ان هم حابين هم بيعملوا ايه، لان هم بيشتغلوا بايديهم. القصة اللي ورا المنتج، يعني كنا لسه بالظبط رغدة وأنا بنتكلم عن ده قبل ما تبقى معانا يا حسام، فكرة القصة اللي ورا المنتج، يعني حاجة زي القصة الجميلة اللي أنت حكيتها لنا، الشجرة اللي في الأقصر بالظبط واكتشافها وإن أنتوا اشتغلتوا عليها، دي قصة حلوة جدا. ونقلها الفيوم، يعني بالظبط حسام من الفيوم فنقلها الفيوم وأقنع العيلة، إزاي قدرت تقنع والدك بقى أنا حامل خط إنتاج بصراحة لوحدي؟ هو يعني هو بصراحة هو شجعني كتير 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 بصراحة، إداني لاين كده في المكان إن أنا أقدر أشتغل فيه، وإن أنا أقدر ندخل الصناعة دي، لأن هي طبعا مختلفة عن صناعة الأساس، يعني صناعة الأساس ده لاين ودي لاين تاني، لكن هو بصراحة يعني تحية كبيرة لوالدك وكل ربنا أب يخليكي بيشجع ابنه إن هو يبقى صاحب ربنا مشروع، يخليكي. إحنا أنا بدعو بنشكرك. الناس تيجي المعرض، هنستناهم، إن المعرض شاء الله إن فعلا شاء الله. حلو جدا جدا جدا، وفي ناس كتيرة هتكون موجودة وهتتبسطوا، يعني هتتبسطوا فعلا يعني إن شاء أكيد الله. أكيد. شكرا شكرا حسام يا عبد حسين، الرازق، شكرا شكرا جدا شكرا مؤسس لتوفرن، هوستك، شكرا. اتفضلوا.